بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقة تعلنت منذ لحظات انطلاقة الشوط الثامن الخاصة بفئة القعدان الأجزاء المهجنات الأصل مع شعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه نسير مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول وهنالك شاهين من يتواجد على الصدارة وعلى المركز الأول بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري شعار مؤسسة هجن الرياسة المسيطر على مقدمة هذا الشوط وعلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى بينما المركز الثاني نتابع ثاني التحديات الزعيم من هجن الرياسة عوض بن مبارك المهيري من يتقدم هنا على مستوى المركز الثاني بينما المركز الثالث القادم حملول من هجن الرياسة ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي والمركز الرابع القادم والمنطلق معزم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري من يتابع انطلاقة معزم على المركز الرابع المركز الخامس شاهين من هجم الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري أبو ذياب بدأ يتقدم الآن بدأ بالانطلاق على مستوى المركز الخامس وسادس التحديات هملول من هجم الرياسة علي بن جميل الوهيبي والمركز السابع لماح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي والمركز الثامن ثامن التحديات شاهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والمركز التاسع لو تابع هنالك شاهين القادم بشعار مؤسسة هجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مايد الخيالي يتواصل هنا على المركز التاسع هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام المراكز المتقدمة في ندائنا الأول لمسار وتحديات هذا الشوط عودتنا إلى المقدمة عودتنا إلى الصدارة وإلى شعار مؤسسة هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا شاهين على المركز الأول على الانطلاق الأول على التحديات الأولى يا سلام المقدمة والصدارة هنالك رئاسية يقودها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من خلال تواجد شاهين مرتديا لهذا الشعار العملاق نقلتنا الى المركز الثاني هنالك هملول القادم بشعار مؤسسة هجن الرياسة بقيادة ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي وصل على مستوى المركز الثاني والمركز الثالث هنالك شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري أبو ذياب من يتواصل على مستوى المركز الثالث بينما المركز الرابع يتواصل شعار هجن الرياسة مع انطلاق الزعيم بقيادة المضمر الخبير عوض بن مبارك المهيري من قدم لنا الأسماء المميزة في الموسم الماضي فزعة وقدم الأسماء والمطايا السبق يأتي هنا مع انطلاقة الزعيم على المركز الرابع المركز الخامس وصل هملول من هجن الرياسة ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي من يحتل المركز الخامس المركز السادس لماح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد جابر عبيد بن سعيد السبوسي بدأ يتواصل الآن هنا على انطلاق المركز السادس المركز السابع شاهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثامن التواجد والانطلاق ايضا من شاهين بقياده المضمر احمد بن مايد الخيري الفيلسوف القادم هنالك والمركز التاسع الوصول والانطلاق ايضا من الزعيم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال ايام محفوظ بن خميس الجليبي المركز التاسع والمركز العاشر التقدم والانطلاق هنالك مع معزم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بن قوبع الحميري
لمن يتابع انطلاقة المعزم القادم هنالك على المركز العاشر. هذه النتيجة وندائنا الثاني لهذه التحديات ولمسيرة هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى التحديات الأولى والانطلاق الأول. يا سلام، هنالك الصدارة، المجازف بن زيتون لا زال مسيطرا على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط من خلال انطلاقة شاهين على المركز الأول، شاهين على المقدمة، شاهين على الصدارة من هجم الرئاسة. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري والمركز الثاني، يتقدم إلى شاهين من هجم الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب، وصل وتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الزعيم، مرحبا بهذا القدوم من هجم الرئاسة، عوض بن مبارك المهيري. والمركز الرابع هملول من هجر الرئاسة أبو الجمايل علي بن جميل الوهيبي، وأيضا القادم هنا شاهين من هجر الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون آل مهيري. ولكن نعود إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى، وهنالك شاهين. شاهين يقترب من الكيلومتر الأخير والخطير، كيلو التحديات، دخلنا أجواءه ولا زالت السيطرة رئاسية على المركز الأول. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المركز الثاني شاهين من هجن الرئاسة، يتواجد المستحيل راشد بن محمد السم المنصور أبو ذياب. وصل أبو ذياب لتكتمل التحديات وتكتمل المنافسة على مقدمة الشوط ما بين المستحيل وما بين المجازف. شاهين وشاهين الحاملات لشعار هجن الرئاسة، هجن الرئاسة، هجن الانتصارات على مقدمة هذا الشوط. غير شاهين، انطلق شاهين، راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب. جولة التحديات، جولة الأوامر والعصا في الإبطال بدون أي توامر على مقدمة الشوط. شاهين من هجن الرئاسة، راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب. المركز الثاني شاهين أيضا من هجن الرئاسة، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وصل على المركز الثاني. ولكن شاهين، شاهين على المقدمة، شاهين على الصدارة، شاهين على الانطلاق الأول. راشد بن محمد بسم المنصوري بوذياب، العصافير الأبطال بدون أي توامر، ولكن هملو القادم وشاهين اللحظات الأخيرة، الأمتار المجنونة. ولكن شاهين عصاته في الإبطال ما قال له شيء ولا حرك عصاته. تهانينا والناموس. المركز الثاني هملول من هجر الرئاسة، المركز الثالث والرابع شاهين وشاهين من هجر الرئاسة المجازف بن زيتون، والمركز الخامس الزعيم من هجر الرئاسة عوض بن مبارك آل مهيري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مباريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، التهاني ايضا للمضمر راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني نتابع هنا، التوقيت الزمني 7 دقائق 57 ثانية 9 أجزاء من الثانية، هو توقيت شاهين من هجن الرئاسة والعصافة الأبطال. المركز الثاني وصل هملول من هجن الرئاسة المركز الثاني، التوقيت الزمني والمسافة 5 كيلومترات. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.